الهادي علي الصغير عضو مجلس النواب بالدائرة السادسة المنطقة الجنوبية. أولا أوجه الشكر للقنوات التي تغطي هذا الحدث اليوم. اليوم هو كان بالأمس كانت افتتاح، اليوم هي بدأت النقاشات حول قانون الانتخابات. أيضا القانون الذي تم النقاش فيه هو قانون الانتخابات البرلمانية. مجلس الدولة قدم مقترح في هذا المشروع القانوني الجديد، وسيتم مناقشته يوم الاثنين القادم في مجلس النواب لعرضه وأخذ ببعض النقاط التي قد تكون في صالح المجتمع الليبي. أما فيما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس، هذا قانون وقد أنجز في مجلس النواب ولن نتم النقاش فيه ولن نتم أي ملاحظات في هذا القانون، لأن قانون انتهى ولا 24 ديسمبر على الأبواب، والوقت لا يسمح لنا بإعادة هذا القانون أو صيغته من جديد. لكن هناك تجاوب من مجلس الدولة في مناقشة قانون انتخاب البرلمان، ولا زالت المشاورات مستمرة تنتهي في ظهيرة في مساء اليوم إن شاء الله نكون قد أكملنا كل المشاورات النهائية، وسيكون هناك حديث أو بيان مشترك إن شاء الله. نعم نأخذ، حتى لو هم جاءوا به مجلس الدولة جاءوا بقانون بمقترح قانون انتخاب الرئيس قبل صدور القانون ممكن كنا نأخذ به، ولكن احنا حاولنا التواصل معهم مرارا وتكرارا، ولكن للأسف لم نصل إلى نقطة توافق، وبالتالي أصبح الاستحقاق 24 ديسمبر الذي أقره مجلس الأمن ملزم لكل الأطراف الليبية، ورأينا أنه لابد أن مجلس النواب يصدر هذا القانون وفي أسرع وقت ممكن ليكون جاهز في 24 ديسمبر. نحن إخوة وليبيين وكل منا حريص على هذا الاستحقاق. الشعب الآن يريد تغيير الوجوه ويريد استقرار للدولة الليبية، ولن يكون هذا الاستقرار إلا بانتخاب رئيس من الشعب الليبي. شكرا.